هذا ذهب بودرة يا جماعة الخير، رزق ما شاء الله تبارك الله، ربي يكتب للجميع. وتم الحفر في هذه الجهة، العرق ما شاء الله تبارك الله مثل ما انتم سامعين. جهاز كلايزر جي ار برو الصراحة بعد تجربة ما شاء الله تبارك الله اثبت يعني قدرة ووجوده في افضل من جي بي زد وافضل من وحش الذهب، يعني جهاز صراحة فعال. شوف بفضل ربنا اكتشفنا بداية عرق من هنا، ابتداء العرق من هنا من هذه الجهة، وتم الحفر في هذه الجهة، العرق ما شاء الله تبارك الله مثل ما انتم سامعين. شوف العرق يعني عرق بودرة كمان في هذه الجهة، جابوا من ما شاء الله تبارك الله يعني عمق قرابة المترين إلى متر ونص في هذه الجهة تحديدا. هنشيل أحجار إن شاء الله ونطحنها ونشوف النسبة اللي فيها. طبعا أخذنا أكثر من حجرة، أحجار صغيرة حجرتين بالضبط هذولي، إن شاء الله بعد الطحن نشوف النسبة اللي فيها وهل فعلا جهاز كلايزر جي ار برو. يعني انا استغربت انه ما شاء الله حتى انا متاكد ان هذه بودره انه ما هو باين فيها شيء، حتى الذهب البودره ما شاء الله يقدر يجيبه ولا لا. هطحن واوريكم هي ان شاء الله. وعموما اشكر شركه جولدن ديتكتور واستاذ عبد الله تحديدا ما شاء الله تبارك الله، ما هم مقصرين نهائيا والله، يعني ما هو اعلان ولا اني تبع الشركه ولا شيء، لكن فعلا من باب الرزق للجميع حبيت ان انا اشكر في جهاز كلايزر جي ار برو. بعد ما جهاز كلايزر جي ار برو مثل ما بان في المقطع الاول انه جاب ما شاء الله عرق، وانا كنت متاكد انه بودره، وفعلا اخذت عينات صخرتين بالضبط او ثلاثه طحنتهم، شوفوا ما شاء الله تبارك الله هذا ذهب بودره، هذا ذهب بودره يا جماعه الخير، رزق ما شاء الله تبارك الله، ربي يكتب للجميع. طبعا الابيض هذا الحجر نفسه بعد ما انطحنت، وهنا الذهب البودره ما شاء الله تبارك الله. ففعلا فعلا يعني انا والله استغربت من هذا الجهاز، جربته جديد وجاب ما شاء الله تبارك الله النواقر اللي احنا نسميها النواقر هذا الصغيره اللي تجيك قد كده، جابها ما شاء الله بالصحن الصغير، ولكن بالصحن الكبير اكتشفت انه اذا في ذهب بودره يعني عرق في ذهب بودره كبير او كثير، فعلا الجهاز هذا جابه وجابه على عمق قرابه متر ونص الى متر وسبعين سنتي ما شاء الله تبارك الله. يعني جهاز انا اشكر 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 استاذ عبد الله من شركه جولدن ديتكتور، هو اللي وصلنا على هذا الجهاز صراحه، وباذن الله نجرب كمان ان هذا الجهاز في كلايزر عادي وفي كلايزر جي ار برو الموجود معي، كلايزر جي ار برو في نظام ثاني هجربه ان شاء الله لكن في وقت اخر، لكن اهم شيء الله يا جماعه الخير